السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم رانا في منطقة أخرى من حي الأعمال بباب زوار، أين تجري الأشغال نتاع التهيئة. إذن رانا في منطقة جديدة وهنا نلاحظ أنه فيه أشغال نتاع التهيئة نتاع هذا الفضاء هنا. نروح بجهة المقر تاع آر الجيري ونشوفوا الأشغال نتاع يعني نتاع التهيئة الخارجية عند المقر تما. كانت كاينة أشغال من قبل، نروح نشوف وين وصلت. لاحظوا ان فيه غرس واشجار، فيه غرس اشجار وغرس الازهار. اذن العمليه تاع التهيئه راهي تقدمت مقارنه بالمره الاخيره اللي جينا فيه اشغال تاع غرس ازهار وكذلك غرس اشجار. وهذه ماشي نخيل فهي اشجار، هذا امر جيد. لاحظ ان المساحه هذه كبيره. إذن فيه أشغال هنا، هذا أمر لا بأس به. هنا قعدت شوية إنارة عمومية وكذلك تخص وضع الكراسي، بعض الكراسي. إذن هذا هو الأشغال، راهي مستمرة حتى لطريق السيار. إذن هذه هي حالة الأشغال في المنطقة تاع المقر تاع آر الجيري، راهي تقريبا النهاية نتاعها. نترككم في رعاية الله وحفظه ونخليكم تتابعوا الفيديو إلى النهاية تاعو، لأنه مازال الفيديو مازال فيه حوالي 3 دقائق. خليكم تتابعوا الفيديو إلى النهاية. السلام عليكم.
بون بون فيو شوفوا.